أنا خلينا ناخذ مثال، أنا مدمن على المخدرات بكميات مو قليلة مثلا، جيت للمصحة، جيت للمستشفى، راح يكون اكو بلاغ ممكن للجهات الأمنية، فبالتالي أنا بدل ما جاي للمصحة ممكن راح أروح سجون وغيرها من التفاصيل. البعض يقلق من هذه المسألة. لا أستاذ عباس، لا يعني هذا الموضوع يختلف جذريا، لأنه احنا مستشفى تابعين للصحة، احنا مو جهة أمنية. احنا الهدف الرئيسي من وجودنا هو علاج الأشخاص المصابين بأمراض نفسية، اضطرابات نفسية أو حالات إدمان. فإحنا المعلومات اللي يأخذها نأخذها من الشخص المراجع أنه تبقى طي الكتمان والسرية، ومن المستحيل أنه الإفصاح عن معلومات أي شخص إلا بأمر قضائي طبعا. إلا بأمر قضائي، نعم.